عرب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر عن بالغ تعازيه وصادق مواساته إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق باستشهاد 6 عناصر من جنودها أثناء أدائهم لواجبهم الوطني، حيث بعث سموه برقية تعزية ومواساة إلى أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه ومواساته باستشهاد الجنود الإماراتيين نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية في أرض العمليات. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقية تعزية ومواساة إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولا أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد جنود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء أدائهم لواجبهم الوطني، سائلا سموه الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.